فهو يعني الرئيس الحريري أيضا سيدلي سيقترع للمخاتير، وهو كان قد وصل منذ بعض الوقت، وهو طبعا استقبل بحفاوة من قبل المواطنين والمندوبين الذين تواجدوا في الأسفل. ومن المقرر أن يدلي الرئيس سعد الحريري بتصريح بعد أن يقترع. إذن دخل إلى خلف الستارة أيضا لاختيار الأعضاء، أعضاء المخاتير. بعض المندوبين يعني يحاولون التقاط السيلفي أو يتحضرون التقاط السيلفي مع الرئيس سعد الحريري لدى خروجه من خلف الستار، وهو خرج الآن وفي طريقه إلى الصندوق ليضع إذن الرئيس الحريري يعني قال زي ما هي، في إشارة إلى الالتزام ودعوة المواطنين يعني بالالتزام باللائحة كما هي. ومن المقرر أن يعني يصرح الرئيس سعد الحريري. إذن سيتم، سنحاول أن يعني اليوم هو يوم عرس لبيروت، واليوم هو يوم ديمقراطي بامتياز. ننزل لندي صوتنا بكل ديمقراطية وبكل حرية. أنا انتخبت اليوم لائحة لبيرتي زي ما هي. الله يخليك. واليوم نشوف انه لائحه البيئه فيها كل الكفاءات وفيها كل المكونات السياسيه بالبلد وببيروت. ان شاء الله الله يوفق هاللائحه، وهي امام ان شاء الله اختبار كبير بالتنفيذ ان شاء الله بالمستقبل. نتمنى انه هذه الانتخابات ايضا تفتح الباب للانتخابات الأخرى الرئاسية والنيابية بالمستقبل، تكون بادرة خير إن شاء الله. وهذا بيثبت أنه لبنان فيما يخص ديمقراطيته بخير، ونحن قادرين أنه نقوم بانتخابات، وإن شاء الله بالمستقبل نقوم بهذه الانتخابات. دولة الرئيس، دولة الرئيس انتخابات سياسية أو إنمائية اليوم؟ هي انتخابات سياسية بامتياز وإنمائية. ما حدا يخبرنا أنه الانتخابات منا انتخابات سياسية، هي انتخابات سياسية، وبيروت بدها تفرجي شو هي هويتها السياسية. عم تخوضوا ضد مين بالسياسة لكان؟ منخوضها لمصلحة إثبات إنه بيروت ما زالت بمسيرة ومسيرة تيار المستقبل والشهيد رفيق. دكتور الرئيس عم تتعا شو بيعني بالنسبة لكم؟ غياب حزب الله عن لائحة البيارتي شو بيعني بالنسبة لكم؟ شيء إضافي لبنان. دولة الرئيس ليش عندك خوف على المناصفة؟ ليش خوفك على المناصفة اليوم؟ أنا بهمني المناصفة لأنه هيدا الشيء أرسي الله يرحمه الشهيد، نحن بدنا نحافظ عليه، نحن بنؤمن بهذه المناصفة، ونحن دائما بوسط هالأجواء الاحتقان بالبلد. ما في شك انه في ناس عم تتجه الى اجواء مش على المناصفه، ونحن عم نحارب هذا الشيء لانه بدنا نشوف بيروت مثل ما بنشوف لبنان، مثل ما بنشوف الطائف اللي مليء بالمناصفه. هذا نحن كيف بنشوف البلد، وهذا كيف دولة الرئيس. بس دولة الرئيس، بس حضرتك عم
رفيق الحريري العونيين اليوم باللائحة؟ أنا برأيي أنه اليوم التوافق السياسي عم يخوض، أظن العونيين هن مع المناصفة مش ضد المناصفة، العونيين هن مع انماء بيروت، مش ضد سلطة الرئيس. كيف بتضمن انه ما يبقى الوضع زي ما هو مثل ما نزلتها زي ما هي؟ لا، الوضع ان شاء الله بالبلد هيكون افضل بكتير. اليوم نحن انا مع الانتخابات النيابية بعد، اكيد الرئاسية قبل، ولكن بقول لكم من هلا اذا بده يكون في انتخابات نيابية نحن مع دولة الرئيس. بس اذا الرئيس